مساء الخير، مساء النور. احنا هوني اونيلا كيما كل اسبوع وقاعدين هوني، وباش نقعدوا هوني باش نحكيوا ثقافه ونحكيوا فن ونحكيوا سينما تاريخ بيعوا غيرهم من المواضيع. رمزي اهلا وسهلا، مرحبا بك مريم، ديما هوني ان شاء الله. ان شاء الله اليوم نحكيوا على مقدمه ابن خلدون، وعلاش عوده الحديث على مقدمه ابن خلدون مع الدكتور عبد الحميد لرقش اللي انا ياسر فرحانه بوجوده معنا. اهلا وسهلا ومساء النور سي عبد الحميد. اهلا وسهلا، مرحبا بك مريم. شكرا ليك. شويه اخر باش تحكي لنا على القصه هذه الكل، لو غران ليمونس ابن خلدون العلامه الكبير، وعلاش اليوم نرجعوا نحكيوا على ابن خلدون، اسم اخر زاده كبير برشا في عالم المسرح والإبداع، اسم علي بن عياد اللي يرجع المهرجان نتاعو سنة بعد يعني مدة. وللحديث عليه مدير المهرجان سيد معاذ العاشوري بحضنا. أهلا وسهلا سي معاذ. أهلا بيك. يعني مرحبا بيك. فضلك ويبارك لك. برشا تمثيل، برشا نحكيه على التمثيل. أي صحيح. وعليش المهرجان هذية، وشنو علاش مهرجان علي بن عياد؟ شوية أخر نحكيه على هذية الكل. تيشيرت قلب الدنيا في العالم، ولو انه اسم دالاندا معروف في تونس، هذول احنا البلاد الوحيده اللي فيها اسم دالاندا، دالاندا اس كارتاغو. علاش شنو هي الحكايه؟ بيان سور كي نحكيو كارتاج راح نحكيو حنبال ايفيدامون. عبد العزيز بالخوشه حاضر معنا. اهلا وسهلا سي عبد العزيز. ميرسي مريم، شكرا على حضورك معنا. والحمد لله وعنا سي عبد العزيز وسي عبد الحميد باش نحكيو على القصه الكل. ما نعرفش كان يقبل انه يكون هو بينومي ولا انا البينومه نتاعو. عزيز جميل، اهلا وسهلا عزيز. على السلامه مريم، على السلامه الحضور الكل. انا فرحان برشا اللي موجود معاكم وكره عندها برشا صارت دونك فرحان ديما، كل تاخيره فيها خير. فوالا، وهذه زاده بتوجهوا بها لوالدتك باش تقول هاني حاضر ومع مريم. خاطر انا في جاي في ثنيه، قالت لي لا مريم انا خرجت من البلاد دونك شلقى بلاتو فير. فوالا هاي مريم بحضنا. مريم بحضنا. باهي، قبل ما نبدا معاكم يعني في حديث على مواضيعنا الكل، فاكتو ان بو داكتواليتي كولتوريل نتاع الاسبوع، نقعدوا في الاكتواليتي كولتوريل. تعرفوا اللي احنا توا عايشين على وقع مهرجان كارتاج، وبرشا حديث على السينما والحضور التونسي. نبدا معاك سي معاذ، تبع في فعاليه مهرجان كان في فرنسا؟ نتبع، لكن المده الاخرى هي فما ظروف خلتني ما نتبعش برشا، لكن مهرجان كان بالنسبه لي ديما انا نسعى ديما نتفرج في الافلام الاولى اللي تنزل في مهرجان كان، على خاطر نستلهموا منهم الحكايات للعمل نتاعنا في الكتابه ولا في الاخراج ولا غيره. عبد العزيز، فيستيفال دو كان سنة تونس موجوده ولكن مش موجوده، حاضره بالغيب. تبع، شفت اللي فما حاجه هكا تم السينما التونسيه ولا غيان؟ فرانشمون لا، انا لا هي عندي فيلم ان شاء الله باش يخرج عام الجاي دونك لاهي بيه، لا مات وان شاء الله عام الجاي كان. ان شاء الله. اعطينا شويه. والله فيلم على البطل نتاعنا. هكا هو ديما هو. فوالا ديما هو. ديما هو البطل نتاعنا. هذول فهمنا على شكون نحكيو. عزيز. وي. كان نهار تتمنى تكون. والله انا عشت الاكسبيريونس تاع فينيز، ان شاء الله نعيش الاكسبيريونس تاع كان. نحن ديما موجودين الافلام التوانسه ديما ممثلين كسوا باللي جوري نتاعنا ولا بافلامنا، ديما موجودين في دي فيستيفال كلاس ا. الحمد لله معناها السينما التونسيه كي تخرج ديما تمس الناس. السنه يمكن ما سمعتش اللي فما فيلم برمج، مستنسين ديما اكثر في لا سمين دو كريتيك ولا نكونوا موجودين اكثر. ان شاء الله عام الجاي نكونوا موجودين فعليا كما انت قلت مريم، لكن ديما حضورنا راهو عنده قيمه في وسط المهرجانات هذوما الكل، على خاطر كما قال معز نستلهموا منهم، وزاد علاش لا يستلهموا منا، خاطر سي بوكو دو بارتاج كي غاديك تتلم الناس. ما عادش فما انت منين جيت وشنو اصل السينما نتاعك وشنو هما لي مويان نتاعك، ذراعك يعلف قال الاخر. دونك فوالا، دونك ان شاء الله يا ربي علاش لا ديما نكونوا موجودين بافلام في كان وفي دي فيستيفال من نوع هذا. سي عبد الحميد، ان شاء الله نكونوا موجودين فيلم على بطلنا الثاني، بطل الاول دونك احنا ابن خلدون. صحيح صحيح. لا من الاوبجيكتيف سي ان فيلم ابن خلدون. داكور. كيما حنبال دو كراي اللي على الارض دو جور توا، نو سولمون معانا لكن حتى مع لي زامريكان. وي هكا ولا وي دنزل واشنطن. عندي صديق دبلوماسي كان في كوريا، قال لي في كوريا تونس معناتها حنبال. هو بدا يعوض شويه في الحكايه، ندخل لهم ابن خلدون وعملوا ندوه على ابن خلدون في كوريا. برافو. وترجموا المقدمه للكوريه. المقدمه مترجمه القديم باللغه سي عبد الحميد؟ 12 لغه. 12 معروفين. ان شاء الله نشوفوا اكثر. اخر واحده هي اليابانيه. اليابانيه سنه خرجت. سا
سي عبد الحميد ابن خلدون نجمو نعملوا عليه برشا فيلموات، حياته معناها ياسر فيها برشا اون في موفمونتي وفيها بوكو دو كونتراست. انا نسميه لوم اي دون اي سون دوبل. لوم اي سون دوبل اوكي. باسكو يا دو ابن خلدون، يا لوم بوليتيك celui qui a été rodé dans la vie des palais, dans les intrigues, ouais. Il y a la retraite de l'intellectuel. Ah. Et c'est pendant la retraite de l'intellectuel qu'il a observé la société. Et il veut les Netflix, je te sens bien la chimie. Donc les projets, donc qui parlent sur les moyens, par exemple, وقت اللي لينا مسلسل الاختيار ولا الحشاشين توا سنين، سي ان بروجي ديتا اللي لازم الدولة تحط كل ما عندها وتختار ويتم يتم ضخ برشا فلوس باش نجموا نعملوا حاجات في قيمه الفنانين هذوما، خاطر في قيمه الناس هذوما، خاطر فنان انت تنجم تحلم باش تعمل حاجات وتحب، اما تنجم تشوه كي ما يبداش عندك لي مويان تشوه حاجه كيما هكا. هذاك علاش نتصور الغيتيسونس هذايا ان نعملوا حاجه على حنا بال ولا نعملوا حاجه على ابن خلدون، الناس تخاف يقول لك نجم نعمل حاجه في عوض من نكبر من شان ونطيح، دونك لازم برشا دي مويان وهذا الكل لازم يكون موجود. يظهر لي كي تشوفوا عزيزي نجم يعمل ابن خلدون. خص. هاك. شنو رايكم؟ بديت ديجا نلقى لكم يشبه له فما. هنا كاستينغ على الموبيل. نجح في الكاستينغ. يصبر ابن خلدون. مش في القاهرة. بين تونس والجزائر والمغرب. اي حاضر. بارتي هذيك عندي. اي فوالا. يحكي معايا الواحد يقول لهم راهم قالوا لي. كوني لا خرجت الحكاية. فوالا. ايش قلتي معاذ؟ قلت لك صنبة ابن خلدون الموجودة في الشارع الكبيرة وتشبه اللي عملها مش ابن خلدون. يا خويا احنا نقينا ابن خلدون نتاعنا. رمزي شفنا احنا الصور نتاع لو ستاند تونيزيان في كان. بون مي با غران شوز ادير معناتها هذول اكثر منه سيركولي رين افواغ. هو احنا ان شاء الله كما قال عزيز فما حاجه سني بون البريزونس حتى كان سيمبوليك تبقى ديما مهمه يا مريم ولكن لو بلوز امبورتون تو ان شاء الله المره الجايه نطلع الكان ولا غير كان بقوانين انتاج سينمائي في تونس خاطر وقيت باش نحركوا القوانين هذه والتشريعات الجديده من اجل معناتها تطوير القطاع السينمائي في تونس. وبالمناسبه نشكر برشا الاولاد اللي قاعدين يخدموا المجمع المهني بتاع السينياس التونيزيان على راس محمد علي بن حمره وعماد مرزوق وتوت ليكيب اللي قاعدين يخدموا في خدمه كبيره معناتها من اجل حث مجلس النواب الحالي على معناتها خاطر فما برشا مشاريع قوانين تهم السينما تهم المركز الوطني للسينما والصوره اللي تو اللي بلوكي كريمو الور كل المهام نتاعه كبيره مي مالوريزمون اللي بلوكي وماذا بينا العام الجاي في كان والا غيره نكونوا حاضرين بصناعات حاضرين بقوانين بمعنى البريزونس ماهيش سيمبوليك كنا بريزونس صحيحه وصحيحه مع اهل القطاع وانا متاكده اللي باش يكون فما ان افون ان ابخي مع معناتها هذايا اللي عملوه المجمع المهني المجمع المهني نتاع السينما أكيد. بما اننا نحكيو على المهرجانات نعرفوا اللي في تونس برشا حديث على مهرجان قرطاج وبدات الاسماء تخرج وباش يجي كاظم الساهر باش ياخذ مليار و200 وباش تجي ماجد الرومي من عاش قداش باش تاخذ وشكون باش يعمل الافتتاح غير معني انت عزيز والله كنت معني وليت ما عادش معني اي انا عندي مده في فما العرض نتاع بينومي اللي هو سين سيري سور سي اللي قاعده تتعرض وسنا خممت الفكره خاطر ما نجمش ناخذ 5 دات في مهرجان دونك لازم نردوا ان سبيكتاكل باش نجم تشوفوا اكثر ناس خاطر العرض مطلوب بالنسبه للناس يقول لك باش نجم نشوفوا لازم كان في تونس وهذا هو الموجود تو ما نجمش نهز عرض كامل نعم 5 عروض في صفاقس مثلا باش تكلف برشا ومش مش تكون في لي كونديسيون اللي حاجتي بهم دونك قدمت لو سبيكتاكل وهذا كان مفاهمه مي بون بعد ديما فما لو شوا اونتر حمامات اي كارتاج اللي ديما موجود تبدا في حمامات ان شاء الله نكونوا في حمامات مش في كارتاج ان شاء الله ان شاء الله ما ديما ما نعطيش لا كونفيرماسيون مي ان شاء الله باش يكونوا في حمامات معني مش معني انا ديما نقول اللي المهرجانات ما لازمناش نتعاملوا معاهم كان خبز جاتو ولازمنا ناخذوا منهم حاضر مش حاضر كيفاش اوموا لازم تكون عندنا برمجه اوموجين تشبه لتونسي من 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 النواحي الكل خاطر الفورسي هذا ان لازم الناس كل تكون موجوده فرد وقت مش قاعد يصنع في كونكورونس فيها برشا
وجاعه فنانين يتوجعوا كي مش موجود في كارتاج، شبيني انا شبيني الدوسي ترفض. انا ما نتعاملش مع الحكايه حقيقه هكايا، معناها نقول مازال العمر مازال كارتاج نجم ناخذوه، وان شاء الله بوركوا با كان وقت ناخذ كارتاج وحدي نعمل كارتاج وحدي. دونك انا ديما نخمم اللي جو كري لوبورتونيتي الحقيقه اكثر من ان نستناها الحقيقه. سي ان بو ريف عبد العزيز. ابسوليمون وي وي، خاطر نقول علاش انا علاش نستناو اوتون كارتاج وقت اللي هو بعد البرمجه نتاعو موجود كارتاج تنجم تاخذه وتنجم تعمل فيه اللي تحب وتنجم تحقق احلامك الكل. دونك نقول للناس عملوا اكثر على رواحكم، واوبليجي ظهلي نوليو نعملوا على رواحنا اكثر. قال حاجه واحنا الكلنا نقولوها في كلامنا عزيز جبالي توا، قال ان شاء الله. طبعا ان شاء الله في كل شيء ان شاء الله، ولكن في الدول يعني اللي هي تبني سياسه ثقافيه كامله يقولوا ان شاء الله. اما تعرف روحك اللي 3 سنين اخرين في الدات هذيك انت باش تكون على ركح المهرجان هذاك، هكا ولا سي معاذ؟ صحيح، هو ما فماش واضحه، انت تقول سياسه الدوله، وانا نقول لك ما فماش حتى خطه استراتيجيه ثقافيه موجوده الى حد الان. نبداو نخزروا على مدى 5 سنوات او 10 سنوات مثال كارتاج كيفاش ينجم يكون. كارتاج انا نعتقد انه تاه. علاش؟ على خاطر لا نجمنا نخوصوه تكون عنده خصوصيه، ومشينا في التجاري. اكثر حاجه نخموا فيها هي التجاري. ما وضعناش شعار عنده علاقه بالثقافه السياسيه، تقول انت يا سياسه ثقافيه عندها علاقه بالوطنيه، عندها علاقه بالمقاومه، عندها علاقه. نعطيك مثال، نتصور كارتاج السنة اغلبيه المغنيين عندهم علاقه بفلسطين. فبتني هاني نقولها لك، نحبوا فلسطين معناها اللي هي في القلب وهي لازم وضروري حاجه، لكن باش تعرف انت انه الثقافه في تونس تطرح في علاقه بالوضعيه الحاليه بالاكتواليتي. قعدنا هاي سفري سفري رمزي. والله انا باهي توا كل عام ونفس الاشكال اللي تطرح، على خاطر وزاره الثقافه ما عندهاش علاش باش تنظم هي كارتاج اللي توندو بريفاتيزي كارتاج نتاع ايش. انت وزير ولا رئيس ديوان منكب وتسهر على مهرجان كارتاج دو ان دو دو الستوريك نتاع كارتاج بحذا يا عبد العزيز، استوريكمون كارتاج تعمل في اطار اشعاع تونس معناها كمهرجان، يعني كان اوتي نتاع في التوريزم داخل في التوريزم. اليوم كارتاج معناتها يشجع على ديستيناسيون تاع تونس ان تونك ديستيناسيون توريستيك. لا هاك علاش بدايه كارتاج كانت في الجاز وفي البلوز في المسرح في المسرح من بعد، اما في البدايات كانت في الجاز وفي البلوز. هذوك الامريكان جاوا وشاع تونس ولو وعلى ذاك المسرح ما عادش عنده بلاصه كبيره، عنده مده المسرح ما عادش موجود في كارتاج. كاينه الموضوع دخل سامحني سورتو الموضوع التجاري وبريفاتيزي كارتاج، ولا نحن المشكل انه توا حتى الفكر تحسه بريفي معناه ماهوش، فهمت الفكر نتاع كيفاش نجيب فنان ندخل بهم بعد فلوس، كيفاش نعمل ان ايكيليبر فينونسي ما بينات ليزارتيست اللي باش نجيبهم وما بينات المداخيل نتاع المهرجان. يفو فيغ لو شوا، يا الشوا نتاع انك تدخل لو ماكسيموم وتلقى ليكيليبر هذاك بور غارونتير الحياه نتاع كارتاج باش عام الجاي تعاود تلقاه وتعاود تلقى ميزانيه اخرى، والا تحاول تعمل ان شوا ايكيليبري فنيا ويشبه كما قلت للمجتمع الكل اللي هو مانيش قاعدين نشوفوا فيه عندنا عوام تو في كارتاج. اللي ترى انت هذا لو شوا ابريد اللي هو ما يخليش عنده هويه مهرجان كارتاج، هذا شنو كان يقول سيمون؟ هل انه اليوم يلزم المهرجانات تكون عندها هويه؟ انا هذول أكثر مهرجان ويمكن زوز مهرجانات عندهم هوية، ومهرجان الحمامات ومهرجان الجم. فوالا هذوما هما عبد العزيز. لا وللأسف معناتها عندنا في تونس 160 دار ثقافة اللي إيكيبي معناتها سينما وإيكيبي بالكدا معناتها. مانيش نستعملوا فيهم؟ معناها نورمالمون تي بلاد كاملة جمهورية كاملة. مش نحكيو على كارتاج وعلى الجم ولا حاجة، جمهورية كاملة حقها شيخة كيجي مهرجان كبير. مالوريزمون فماش تنسيقية. انت مع تفضل سي عبد الحميد. لو حسب ما سمعت خيان الكل شيء، هي الفكره هي كونه يلزم رفع الحواجز على العمل الثقافي، حواجز التشريعات في السينما. السينما ماهوش في حاجه الى تشريعات، الى اقل تشريعات ممكن، ستادير ليبري ليبري لو سينما، ليبري لو تياتر، ليبري لا كولتور. هو سي لا ديفينيسيون ميم دو لار اي دو لا كرياسيون. لار اي لا كرياسيون، اللي ليبر وين لي با. هذا المبدا العام واللي عليه يلزم المجتمع يخدم. مشكل يلزم المبدعين يكونوا هما في الطليعه بور لا ليبرتي دو لا كرياسيون. باهي. حاجه اخرى يا مريم. تفضل. ايه تفضل. فيستيفال كارتاج. اي. والله حكيت فيه عمناول ذري مع رئيس بلديه كارتاج مدام حياه حيا برشا.
اسكو لا فيل دو كارتاج اسكو لا فيل دو كارتاج ظاهر في مهرجان كارتاج ولا لا اون بارل دو براندينغ هنا راه فما حتى اكتيفيتي تاع اون اكتيفيتي لا فيل دو كارتاج ومن دراك تاريخ كارتاج موش موجود موش موجود ولا اكثر من هكا نقول لك اكثر من هكا يا سيدي قول لي بار كارتاج الاكس 2 ها وانت ماشي المتحف باردو ايه؟ ما فماش بلاكه تقول لك فما متحف باردو الفنانين ايه؟ ابار لوج ما يعرفوا شيء من تو يعرفوا شيء ابار لوج معناه اللي باش يدخل وباش يعرف باش يشوف من بعد يدخل يشوف الجمهور بس لما باي باي يعني نورمالمون كي تجيب فنانين كبار وجاو برشا فنانين عملوا ان باركور وشوفوا فيه يكتشف فيه كارتاج كون داخل في الحكايه في اللعبه ايه. واختيار زاد الفنانين اللي بشكلوا على الركح معناتها نذكروا قبل 15 سنة و 20 سنة التالي قبل ما يتبيع كارتاج للسهريات اللي جاوا فيهم فنانين من لبنان ومن دول أخرى اللي هما عمرهم فنيا ربع ساعة كانوا الناس يقولوا أمنية حياتي وحلمي أني نطلع على ركح كارتاج معناتها سيتي لابوتيوز دو لوغ كارير اليوم معناتها شفنا معناتها كما كنتوا تقولوا اللي فما الجانب التجاري واليوم قولك معنيش إمكانيات خلي فنانين توينسا خلي كارتاج للتوينسا ما تجيبش الأجانب ديما كل عام مهرجان كارتاج فيها البوليميك هذي هو العلاقة متاع توينسا لازم أن نحن نقولوا حاجة لكاليتي هي اللي تحكم اسكو تونسي عربي منين امريكي لاكاليتي تحكم اعطيني شنو العرض المقدم هذا معاك اني تونسي لازم يكون في الفالور نتاع 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 المهرجان والعكس بالعكس معناها هذا لازمنا نكونوا صارمين اكثر في الكاليتي مش خاطر جبت اسم ايك انت كاسم شنو باش تقدم لي شنو الاكسلونس اللي جاي شنو لا بيرفيكسيون شنو حاجه جديده اللي باش تقدمها لكارتاج باش تكون موجود في كارتاج وتاخذ الخلاص هذاك وقت اللي انا باش نخلص فنان بالدولار ولا بالديفيز وباش يجي قدم لي عرض لزيد المجبون على وتر يبدو انه باش ياخذ مليار طلب سكاد ما نعرفش هذو مازالوا معلومات الاخبار اللي جات من نقابه الفنانين اي 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 سمعت مليار يا مريم مليار وزوز مليار دوات وثلاثه راه ما يقلقش لازم تشوف البودجي نتاع موازين السنه من موازين قبل ما يرجع وقف اربع سنين موازين عاودوا هيكلوا الامور وعاودوا الفلسفه نتاع المهرجان وتوسع مش حكايه مليار ولا اثنين الكارتاج انت تعبي فيه اليوم وتختار تختار تختار انت في ليزارتيست الورك الدوله راهي من المفروض ما تختارش علاش قلت لك انا راهو لازم ننقاو بالوزاره من التنظيم على خاطر اش معناتها باهي نجموش تعطيونا 8000 اللي دخلوا بالتيكيات وبالليزانفيتاسيون وشوا على انا اساس يصير شوا تاع الفنانين على انا اساس يصير دونك كل عام نقعدوا هكا ونعرفوا احنا سي كمال الفرجاني معناتها سانغروم معناتها موسيقي قبل كل شيء ودكتوري توسا مي كل عام نقعدوا في الاحراج هذا وي كل عام نقعدوا في الاحراج هذا خذيناش لا رونتابيليتي دو فيستيفال دو كارتاج قالها كامل الفرجاني عمناو قالوا له علاش راغب علامه قال لهم راغب علامه لو سول اللي رادع الميزانيه اي هذاك اللي قلت هي الهويه اذا هويه عاش نفركسوا على الهويه عاش لازم ان اكيليبرك على خاطر مازلنا ما نعرفوش هالمهرجان هذا شو باش نعملوا به لكن سمحني سي رمزي توا هي فما كلمه قاعده تتقال من اعلى هرم في الدوله قلتها انت اللي هي سياسه ثقافيه راهو السياسه الثقافيه مرتبطه بترشيد الاموال العموميه وفما فلوس يا سي رمزي يقول لك راهو فما فلوس سي رمزي والسؤال لازم يتطرح اسكو الدوله هي اللي قاعده تختار العروض او فما شخص اخر او فما هيكل اخر وتنظيم اخر في الخفاء هو اللي قاعد يختار في العروض نكونوا واضحين في المساله هذه موازين قاعد يخدم على البلاد على السياحه نتاع البلاد قاعد يخدم على مضمون حقيقي براند وفعلي براند كامل معناتها مبني على موازين قولوا لي في الريجيم ما تنساش راهو رغب عليه كل عام يجي يقول راني نعمل سوم انا نعمل سوم لتونس اي هو تقريبا يداوي على الكنام رغب عليه سبولو سي ان اس اس يداوي على الكنام فما حتى به منذ اسابيع رمزي استقبلنا هنا كنت تذكر حكينا على اركز ايب هوب ايب هوب المجموعه اصدقائنا واللي هما دب ومجموعة واحد منهم بينوم فايبا فايبا فوالا فايبا كان بحضينا وكانت الحقيقه حلقه ياسر ياسر حلوه منذ يومين الصفحة الرسمية لسفارة ألمانيا تكتب خبر سار إلى كل محبي موسيقى الهيب هوب وفرقة اركز هيب هوب باي دبو التونسية في ألمانيا مسافرين ما مش مغادرين مسافرين ما تفلتوش حفلهم الموسيقي في العاصمة برلين وميونخ سنكون سعداء بعض الانطباعات عن الحفل أوكي واضح سي سامبا حتى لو بكلكو مينوت أبخي تجي على صفحة اركز هيب هوب توضيح
لا دخل للسفارة الألمانية في تنظيم أو تمويل حفلاتنا هذه المبرمجة في ميونيخ وبرلين، والجهات المنظمة تتمثل في مجموعة من الأصدقاء التونسيين. ولكن شنو اللي صار؟ أنه فما تعطيل في الإجراءات، بما أنه واحد من المجموعة هذية اللي هو مهدي الشمام اللي عيطوا له ماسي مهدي الشمام للأسف الشديد ما عطاوش الفيزا. معناتها تصور أنت مجموعة فيها أربعة من الناس، واحد منهم ما عطاوش الفيزا إيفيدامون، ويحط تضييق ممنهج على إجراءات السفر. فوالا نزلت لي على الوتر الحساس. الحقيقه موش معقول، ماهوش معقول حتى تعرف على علاش. علاش؟ على خاطر نو سولمون كاين وخذات، هي خذات بنات السهريه ورديتهم كانهم فما تنظيم شيء من شيرتها، خاطر كي تهبط هكا انا اللي فهمته من الاول، وانا ما نعرفش الحكايه منك نسمع، انه هي عندها علاقه بالتنظيم واللي هي سهلت. وهذاك علاش جاء التوضيح من صفحه اركز هيب هوب. فوالا هذا واحد. اثنين، انه اش معناها انت هذا كتب وانت ما عندك حتى علم اللي فما ارتيست في وسط ليزارتيست اللي انت هبطت عليهم ستاتيو هذا مش ماخذ فيزا، حتى باش تتاكد شكون هم الناس اللي ماشيين وشنو لي بروسيدور اللي تعداو بهم وين وصلوا، يعني ما تاكدش تهبط ستاتيو، يعني نستغلوا فرص وقت اللي حكر كيب ما نحبوش نعاونوا، يعني ما نحبوش نعاون. وحكيت لي فيزا هذايا نتاع لي جون ارتيست، انا واحد من الناس نعاني فيه، كسوا في اي عرض معناها ناخو، حتى كي ناخو كجمعه جمعتين نتاع لا بيريود، تلقى اول عرض يجيك واحد اخر باش تعاود تصب تبخل، ساعات تفشل حتى باش تعمل، خاطر البروسيدور نعرف قداش طويله وكل شيء نعملوه وحدنا، ومفما حتى حد فما حتى منظومه نجمو نمشيو لها نقول لها كيفاش نجم تعاوننا باش نمشيو نطلعوا نعرضوا ونوريوا الفن نتاعنا للناس توانسه لبرا ولا حتى مش توانسه لبرا، خاطر راهو توا الاوبجيكتيف توا يقول قايل اي لي جون لازمهم يخدموا يوريوا اش عندنا، كيفاش نوريوا عندنا اش عندنا وقت اللي ما ناخذوش دي فيزا، وقت اللي ما تجيش التسهيلات اللازمه، جروب كيما هكا راهو يعمل في تورنيه تفتق، شفنا التورنيه اللي عمرها في العمنيه والفسيف، قاعد يزور في برشا بلدان، قاعد يعرف في كولتور كامله، في خدمه روشيرشي فيه برشا خدمه، نحكيو على عوام خدمه باش خرج اركز هيب هوب، الناس يمكن عرفته عمناول ولا بغنيه وزوز، اما الناس تخدم في دبو وناس تخدم كل يوم باش يخرجوا ان نيفو ارتستيك باش من الاخر ما ياخذش فيزا وكمل تاخو انت نتاع انا جبنا لكم اركز هيب هوب اضرب عندكم، قريب يقولوا لنا اضرب عندكم هما، فهمت؟ وكل راجل مش ماخذ فيزا، معناها الحقيقه انا هذا يوجع لي قلبي سورتو كفنان شاب، خاطر انا نقاسي منه الموضوع هذا. دونك لازم نلقاو حلول، لازم نرجعوا للسياسه الثقافيه والمواضيع هذول باش نقعدوا في نفس التيم. مريم حسين مش اول مره نفس الكلام راهو قالوه الاولاد نتاع جروب دب وركز هيب هوب، قالوا ركوب على الحدث من سفاره ومحاوله تبييض. ونذكركم اللي كتبته سفاره في افريل، دونك كنت على علم بالسبكتاكل اللي يصير البارح وقت البارح، دونك سفاره نا غيان في بور سا. رمس لا معناتها مش اول مره راهو ركز هيب هوب ما ياخذوش فيزا، صارت لهم وقت طالعين لفرنسا باش يلعبوا، صارت لهم باش يطلعوا لكندا، وكل مره نفس الحكايه. وكيف ركز هيب هوب من الفنانين اللي جون كوسا في المسرح ولا في جميع معناتها الفنون، نفس المشكل تاع الفيزا. وي. انا اذيت باش تعطي الفيزا عمل سيادي يتبع السفاره اللي راجع لها بالنظر الشيء، عمل سيادي. ولكن انا نتسائل على دور وزاره الثقافه، تو ركز هيب هوب مثلا تجربه الدب اللي عندها سنوات تجربه اوتونوم وي مخذاو حتى من لين من انديبوندونت وي انديبوندونت توتا في توتالمون انديبوندونت. يا اخي هذوما الدوله ما تتدخلش باش ياخذ لهم فيزا، ما نعملوش الاتصالات اللازمه في اطار التعاون الدولي، عندنا قسم كامل في وزاره الثقافه سي عبد الحميد هكا ولا اسمه اداره التعاون الدولي. يا اخي انا منخلي ولادي وبناتي وفنانين بتاعي الفريا امام مطيشين وي وي وي, وي. ومالوغوزمون اكثر يصير ديما في لي بروجي انديبوندون، على خاطر ما عندكش الاوراق اللازمه باش تثبت باش تهز. دونك انا حتى عشتها انا في بينومي تو نحب نهز سبيكتاكل نتاعي، تلقى مشاكل من النوع هذا، كيف باش نعطي فيزاويت باش نقعد انا في الاخر عندي مانجير انا وياه نحاربوا واحد، قداش باش تشوف الناس تعرفهم وقداش باش تعاون وقداش باش تحط من عندك، وبدا ما باش تعملها مره اثنين وبعد تقول لي زيني ما عادش نجم الجوج ما هذه هاني نعرض في تونس باللي كونديسيون اللي موجودين، ما نجمش نهز ان سبيكتاكل نهز برا، خاطر اشك فوا يتعاود نفس الموضوع نفس التعب. انا والله كي يجيني يقول لي عندنا عرض في باريس
اي معاناه معاناه باش يستنى فينا هالمعاناه بالحق معاناه وسورتو كما قال سي دي بروجي انديبوندون اللي الناس صارفه على خدمتها لا وفي الجهه الاخرى يا مريم اصحاب الوزاره يخرجوا فاسيلمون ما عندنا الحفلات تاع نعملوهم للدبلومات نتاعنا خارج تونس صح يوم تونس بالصين ويوم تونس ما عرفش وين ويوم كذا هذوك ما يهزوا في ديزارتيست مع كامل احترامات اليوم ما عندهمش اشكال على خاطر اصحاب الوزاره اما الناس اللي تخدم على هامش الوزاره مع مسيبين مع ما يقف معهم حد على فيزا معناتها معاناه على الجبهه الداخليه البيروقراطيه معاناه توظف طلع على الجبهه الخارجيه الدبلوماسيه دونك ستادير خنقان المنتج والمبدع الشاب il est doublement pénalisé. والله انا ما نعرفش شنو الاسباب اللي خليته قبل كل شيء حتى حد ما نعرفوش الاسباب هو راه فما واحد ما عندوش فيزا يعطيه الاسباب حتى حد لو ريفو معناتها ني با كومباني معناتها دا موتيف انك الفيزا نتاعك حتى حد راهو سي معز معناتها فما ناس شيف دو سيرفيس نتاع دو غران زوبيتو تونيزيان راه معناتها اللي هما رفضوا لهم الفيزا نحكيو على طب دي جورناليست ناس اسامي كبيره في كل المجالات ولكن هوني احنا حبينا معناتها نشوفوا كيفاش الركوب على الحدث من سفاره اللي هي معناتها جروب دو جونز ارتست ماشين وواحد منهم اسكي الحاجه اللي توجع اللي هما مجموعه وهو سي ان اليمون اسونسييل معناتها برشا مرات يا مريم اول مره تصير مريم انا خاطر فما اخيرا انا بارتاجيت حاجه على معناها الحائط فيسبوك لصديقي يا اخي قال لي معز تتعلق بالمقاومة الفلسطينية قال لي معزم ما تبارتاجيش قلت له عليه قال لي نحب ناخذ فيزا البلاد و نقول لك شنو في شبابنا توا وين يحبوا يوصلوا يفكر بالطريقة هذيا فبتني يدخلوا لك ويشوفوا الميرو بتاعك في فيسبوك انت فبتني ولا من جماعة تقاوم فلسطين تبع فلسطين ما تاخوش فيزا وألمانيا بالذات فبتني ودولة أخرى عندهم معناها في الحكاية هذيا انهم بالنسبه لهم الكائن الصهيوني اهم من القضيه الفلسطينيه هذا رايي انا الخاص اي موجود هذا شكرا من 86 ولحتى الفيزا نذكر انا وقتها كنت ستوديون من 86 سمعنا شي مره مسؤول يحكي مع معناها رئيس فرنسا ولا حاجه ويقول له بربي سايب لنا الفيزا لتوانسه ولا ريح حتى شيء راهو علاش خاطر الموظفين الكل عندهم باسبور سبيسيال وياخذوا فيزا اوتوماتيك اما الشعب انساه وهذا مش نابورت كالشعب يا عبد العزيز هذوما التجربه بتاع اركز هيب هوب بتاع دبو فريده من نوعها وكان ما تصدرهاش هي مش تصدر مالي والله ما نعرف موسيقى على شباب تونسي موسيقى فيها ما بين المزود والهيب هوب حاجه حلوه برشا 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 نحكي على عرض شفته في كارتاج راهو عرض دينيو اكبر المهرجانات دينيو اكبر المهرجانات عزيز حاجه اخرى هما قصه المجموعه هذه تتعمل فيلم راه كيفاش بداوا يمشيوا لكامل تراب الجمهوريه ويعملوا لي سبيكتاكل نتاعهم في كاميونه هيت انا نعرف فايبا مليح خاطر كيما قلت معايا في بينومي خاطر انا نعرف فايبا زاده خاطر ريت فيه الممثل نعرف فيه الممثل بوتونسييل انورم فايبا دوك نعرف المشاكل انا سورتو كي حكيت في الموضوع هذا نعرف من قريب معناه المشاكل وراهم راهم المشاكل بريسك نشبوا لبعضنا في الاخر كي تجيبش تجنح شويه تقول لروحك اركش واستوعب شويه الوضع هذاك هو وما تحاولش تحلم اكثر من الواقع نتاعك مالوغوزمون مي نحن مازلنا راهو بالكبير راهو مالوغوزمون ماناش نوعيه جينا دي جون هكا تلمو رينا حاجات ماناش بالساهل باش تقول لنا اركح ريذ واتخي بيانتو لا نحبوا توا نحن ونحبوا نقدموا توا ونبدلوا توا ونراو في الحاجات بالكبير وباش نقعدوا راوهم بالكبير ناخذوا فيزاوات ولا ذولي ما اجملش من الكلمات اللي قالهم توا عزيز بيل بلادهم تحتضنهم بلادهم تحتضنهم وان شاء الله يكونوا موجودين في مهرجانات تونس الكل ان شاء الله جذي شنو نتمنى باش نسكم الحاجه كي نا غيان افوار ما انا يظهر لي حاجه مهمه انه وقت اللي شبكات التواصل الاجتماعي تمشي في الحاجات هذيا مش في الصفحات المشبوهه اللي تبعوا فيها بمئات الالاف ويخرجوا في الاخبار الزيفه وصلوا حتى وكنت نحكي انا وعزيز في الاوف يعني لطف عليك وصلوا قتلوا عزيز معناتها في على شبكة التواصل الاجتماعي وخرجوا خبر لطف معناتها وفيت تصوير يعني الكهرباء مضروبة واختاروا الوقت اللي أنا وقت نصور فيه دونك ما
ما فماش تليفوني انجوانيابل ودارت الحكايه وامي تفاجعت برشا وعائلتي تفاجعوا برشا. هذوما وكيما الوقت نحكيو على الخبر المزيف اللي خرج مريم خرجت من البلاد وما عادش معناها هذوما حاجات انا ما نفهمش يمكن شنو الاوبجيكتيف منهم. مي فما اللي يحب يكبر جوست الباج نتاعه ولا باش يظهر ولا باش يتبعوه اكثر ناس. وفما الفكره اللي حكيتها انا ومريم بكري انه تلمو يعديو اخبار زائفه اللي يصدقهم الناس ومن بعد انت يصعب عليك تكذيبهم قبل ما يصدقوا. فهمت؟ يخليوك يقول لك برا كذب ما يسالش بعد ما عرفوا الناس الكل. وريني كيفاش تكذب الناس. انت ما عندكش لي مويان قد ما عندكش 700 الف وملايين الناس تبع دي باج باش تنجم تكذب الحكايه هذه. وفي الاخر في الانكونسيون تاع الشعب تاع الناس اللي قراتها تقعد صحيحه في مخها تقعد تجبرها هو باش يكذب على نفس الباج. اكزاكت فوالا فما باج عاودت هبطت مثلا فيما يخص الاخبار اللي خرج عليه او هاو مريم توضح عرفت. دونك لا اوسي حتى احنا نفهموا لهنا شنو هي الماكينه هذه اللي تخدم ورا لي باج هذوما. الحقيقه معناتها ناس ما عندهم حتى ماكينه شر يا مريم. تقول لي انت حاب يكبر الباج نتاعو لا تتخرج خبر موت على عزيز اللطف عليك معناها كارثه في وسط العائله. جريمه هذه ماهوش معناتها. فما ناس عندها الجرم في مخها معناتها تصرفاتها اجراميه فقط وشيطانيه. شيطانيه حتى انه واحد يكون معناتها هكا يخرج خبر يخلقه من عدم باش يعمل بلبله في عائله باش يخلي الناس تشكك وعلاش وكيفاش. للاسف علاش انا عطيت ليكزامبل هذا باش نقول في المقابل فما دي باج اللي يخدموا برشا على البيئه كيما باغ اكزومبل لا باج اون تونيزي بروبر اي دورا تونيزيان ايكو ريسبونسابل. ونسلموا برشا على صديقنا حسام حمدي اللي يخدم برشا على البيئه. مثلا كتبوا سسبنسيون دو لا بيش او بول بار ريسبي بور لانفيرونمون. سايب القرنيت حلوه ياسر. نهايه موسم صيد القرنيت من 15 ماي الى 15 اكتوبر ويعود هذا القرار الى انهاء اواخر فتره توالد القرنيت. وكما قلت انت هذايا سي بور بروتيجي ليكوسيستيم وسيب القرنيت ومحلاه. وشفت انا حتى مطعم كتب في الصفحه نتاعو انونس امبورطونت سسبنسيون تمبوريير دي بلا ا باز دو بولب دون نوت ريستوران. يعني حتى في المطعم هذا مانيش سربيو القرنيت. هذيا لا ريسبونسابيلتي سيتويان. وهذيا وي وي للحاجات اللي تتحط هكا في صفحات التواصل الاجتماعي. سي عبد الحميد هذا اي ما سي مثلا نرجع لهنا لابن خلدون. اش قال ابن خلدون؟ بين الاقوال نتاع عندما تتازم المجتمعات تسوء اخلاقهم. معناتها لا كريز مورال وي الي في دو لا كريز دو مالاز جينيرال دون سيفيليزاسيون. دونك جو كروا il faut trouver une explication collective. كل حاجه عندها explication bien sûr. دونك lutter contre la crise morale c'est redresser la barre de la société d'une façon générale. اذا كان المجتمع نتاعنا ما صلحوش الاخلاق ستسوء اكثر فاكثر. براو هذا اكبر دليل على هذا. سي بيان أن الناس اليوم معناتها تكون صديقة البيئة وتحترم يعني لافون لا فلور. أنا كنت نعمل بيش سومارين وأنا صغير كانت معبية بالقرنيت. في ساعات يبدا كل واحد الفرد هذاك شو اسمه الفيزيكا هي تبدا والله ساعات تبدا فوق الروشيه تطلع عليها قرنيتها كانت اللي هي 15 سنه ما ريتش قرنيتها. اي توا بو على خوه ما عادش منظم الامور. اي سي هذا الدور السيتوي دور المواطن. يعني زلنا نكون هذه المواطنه باش تتمثل. نختم لكم بالليماج دو لا سمان اللي انا يظهر لي يلزمها تكون ليماج دو لا سمان روعه كما اسمها روعة ليلي اللي هي بطلة العالم. روعة encore une fois اللي ترفع راية تونس وتعطينا أحسن مثال على التحدي الحقيقي. معناتها أنك ترفع كل التحديات وتوصل وفي الرياضة. يعني نعرفوا اللي روعة يعني مش بالسهل أنها تكون في المستوى هذايا. كالبالي ماج باش يحطوا لنا الأولاد ليماج على ليكرون. روعة ليلي مرة أخرى هي بطلة في الأتليتيزم. سي عبد الحميد أون بيل إيماج معناتها من ذوي الاحتياجات الخصوصية ولكن تتحدى الصعوبات. هو سي لانديفيدو كي سو سيرباس. ديما الفرد كي تعطيه الحرية وتعطيه الإمكانيات ينجم يفتق مواهبه ومواهب المجتمع الكل مع بعض. كيفاش تفسروا انت هذا انه انديفيديوالمون فما برشا نجاحات في عديد المجالات وكوليكتيفمون يان بلوكاج؟ هوروزمون هذه طبيعه المجتمع بتاعنا. المجتمع بتاعنا هو فيه السيء ونقيضه. فيه اللي يطلع لك المورال
الفرد القادر على الإنجاز، وفيه اللي يهبط كما الكآبة والحزن بالفشل. دونك ثقافة الفشل موجودة مالوريزمون توا، اللي هي مصدرها هو اليأس، اليأس من الحلول ومن البدائل. مسمى ثقافة الإنجاز والنجاح، وهي أيضا من الصفات الفردية للمجتمع التونسي. Nous avons produit طاهر الحداد، حمد علي الحامي، واحد في ظروف حالكة، ولكن في نفس الوقت عشنا أزمات يندى لها الجميع. دونك هذا لو كونتراست دو نوتر سوسيتي. روعة اسمع على جسمها. أنا حصل لي شرف أني قابلتها، امرأة مثقفة ممتازنة، تعرف شو تعمل، عندها بوكو دوبجيكتيف، مسطرة حياتها، عندها برشا، شيخة على روحها، شيخة على ليزوبجيكتيف اللي جايين وما زالوا، امرأة تحلم برشا. أخضر زاد بلادنا على ساعات هذيك راهي تعملك تفرقيعة، فما تفرقيعة قال الآخر الكبت يولد الانفجار. هذاك هو ساعات المونك دو مويان، مونك دو 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 ثقة متاع ناس فيك، تولي تخليك توري حاجات حتى أقوى من اللي أنت متخيلها في روحك. وهذا أكبر إكزامبل، فما ناس ما عندهمش فكرة اللي السبور بارالمبيك راه وصل لنيفو زاد محترم جدا جدا جدا، ماهوش بيستاهل باش تكون بطل عالمي ولا بطل بارا أولمبي، خاطر تشوف الناس وين وصلت، تشوف الناس قاعدة تقدم، قاعدة تخدم، وإمام توم باللي مويان اللي عندهم ديما مشرفينا، ديما هزين لنا ريوسنا حتى أكثر من اللي مصحاح. وي شكون يحب تقول كلمة سي معاذ؟ تفضلوا نمشيو لاجندا د لاسمين ونتلقوا مع سي عبد الحميد ومقدمة ابن خلدون. لا فقط كي لقيت رياضي ناجح راه فما انسجام كبير ما بين روحه والجسد نتاعو، والروح نتاع روعة روح قوية ومتفائلة على الآخر، وهذاك علاش تمكنت باش الانتصار هذا. روعة روعة ومثال ونموذج للشعب. سا نو دون اون بوفي دوكسيجين كي نراو روعة في لونسمون دو بوا واللي وصلت له. يلا نمشي ونشوفوا أهم أحداث الثقافية في الأسبوع، نتلقوا في حواراتنا. كل ويكاند نعطيكم فكرة على أهم الأحداث التظاهرات الثقافية والفنية اللي تنجموا تتابعوها الجمعة هذه. الأسبوع هذا طيبوا العروض الأولى لفيلم ليزانترو بجميع قاعات العرض بتونس. سا في دي بيان. بعد غياب دام 4 سنوات تابع من 18 25 ماي الدورة 33 من المهرجان علي بن عياد للمسرح بمدينة حمام لنف تحت شعار المسرح المعاصر والأسطورة أيام 23 24 25 بومرانج لسبكتاكل لحاتم القروي، تبعوها في مدار قرطاج نهار الجمعة 31 ماي مع 7:30. أختون دابخي لأوفر دو بريجيت باردو بون فواياج مسيو بيلو لمنير العملي أداء سلمى بن يوسف مهدي الكامل بثينة فرشاوي يسرى قلاعي غسان حفصية أميرة العريفي أيام 23 24 25 ماي مع 7:30 في فضاء التياترو. بينومي اس بلس 1 سيزون 1 لعزيز الجبالي من 26 30 ماي 7:30 في فضاء التياترو. هي الأولى من لوحة في تونس يقام نهار 6 جوان حفل تكريمي بالمسرح البلدي بتونس العاصمة للمطربة التونسية الراحلة ذكرى محمد عبر تقنية الهوليغرام تحت عنوان تذكر ذكرى. حفل تحييه الفنانتين التونسية هيلا مالكي والمغربية أسماء لزلف. بالنسبة للإصدارات الجديدة نقترح عليكم نور لسلمى بن رمضان، تلقاوه في جميع المكتبات التونسية. كانت هذه أبرز المواعيد، نتقابلوا في أجندة جديدة. يلا رجعني لكم للبلاتو. سمعتوا بيه يا جماعة النداء، نداء لتسجيل مقدمة ابن خلدون على لائحة ذاكرة العالم لليونسكو. سمعتيها سي معز انت الحكاية ولا أول مرة؟ أول مرة. رمزي سمعت بيان سور بيان سور اون بلوس نحضروا في عبد العزيز سمعت بها؟ لا عزيز؟ لا. سي عبد الحميد انت بحذينا؟ اي سمعت توصل النداء هذايا باش توصل النداء هذايا نتبع فيها بيان سور ليا مدة. واليوم نداء نعاود نقول لكم تسجيل مقدمة ابن خلدون على لائحة ذاكرة العالم لليونسكو. علاش؟ كيفاش؟ شنية ذاكرة العالم لليونسكو باش الناس تفهم؟ اليوم يبدو لي ما فماش كان تونس تحب تسجل اللائحة هذه، دونك احنا شنية الفلسفة وراء هذا الكل؟ سي عبد الحميد. شكرا. ابن خلدون هو حاضر في حياتنا.
هو جزء من تراثنا ومن شخصيتنا. وقت نرجعوا للحركة الوطنية والحركة الإصلاحية في تونس، انطلقت من تأسيس الخلدونية في القرن التاسع عشر. يعني ابن خلدون ولا جزء مكمل لحياتنا الفكرية وحياتنا الثقافية. وحتى في البعد الشعبي نلقاو حي ابن خلدون، معناتها تدير سي انوم فاميلي. صورة كان يعديها نتاع لافيش اللي حضرناها. ها باش نحط لافيش على ليكرون. لافيش هذيك فيها لا فيغور نتاع ابن خلدون تيل كو نو لافون كونو واحنا في البريمير. وقت كنا نشريو لي كايد نيميرو 24 نتاع برويون نلقاو تصويرة ابن خلدون، هي نفسها اللي استعملناها في في الإعداد للملتقى. دونك ابن خلدون عاد بقوة. لماذا؟ لأنه في 2017 وأنا وقتها كنت مدير عام التراث في وزارة الثقافة، nous avons lancé في نفس السنة تاع ميت يوغرت، nous avons lancé تسجيل ابن خلدون، مقدمة ابن خلدون في ذاكرة العالم. ذاكرة العالم هي c'est une liste prestigieuse اليونسكو عملتها بالشعوب والنخب العالمية تلتقي فيها حول les œuvres de l'esprit les grandes œuvres de l'esprit. وابن خلدون هو اول ناس، اول المفكرين الذين فكرت فيهم اليونسكو. لأن وقت ناخذوا لا ترادكسيون نتاع فانسون مونتي اللي نشرت عام 1967 مكتوب الفوق هي c'est la commission de l'UNESCO pour les œuvres représentatives de la pensée humaine. معناتها ابن خلدون اول ما اقترحته للتسجيل هو بارادوكسالمون سي اليونسكو. لكن عمليا في لا بروسيدور يلزم الحكومات والمؤسسات الرسميه هي اللي تقوم باعداد الملف. بدأنا في إعداد الملف سنة 2017 وعيتنا الأكبر المختصين في ابن خلدون في العالم ونظمنا ندوات واحد. ولكن ساعات مشروع يحمله فرد ما تحملوش مجموعة، وقت الفرد ذاك ينتهي ساعات يقف المشروع. هذا صار لابن خلدون. خرجت أنا سنة 2018 ولا روتريت وانتهى ابن خلدون كما انتهت مائدة يوغرت. مائدة يوغرت. وهذا سي يلزم نسجلوا عليكم ان بوان نوار دون لي بوليتيك كولتورال. وقت تقول استراتيجي كولتورال وبوليتيك كولتورال سا فدير لا كونتينيتي. وقت ناخذوا قرار جماعي وينفذ جماعيا ويستمر مهما كانت الافراد. يعني مساله هذه الاهميه لو بريستيج هذايا يخرج سي عبد الحميد لرقش معناتها للغوتخيب سي يوفى. معناها ما فماش مؤسسه، معناتها ما فماش مؤسسه. خرج البرانسيب نتاع المؤسسه هذاك هو علاش انا وليت توا من انصار يعني رفع القيود. سيدي ليبير خلي الافراد ينجموا يسجلوا اذا كان يعرفوا يقنعوا خليهم كمجموعات. السنه اش عملت؟ شو عملت؟ السنه قعدت في قلبك سي عبد الحميد الحكايه. اكزاكتومون. السنه في باريس التقيت مع صديق اللي هو توا المدير العام المساعد لليونسكو، هو سي توفيق جلاسي اللي كان وزير التعليم العالي وقت حكومه المهدي جمعه. صحيح. وهو سان جران تامي. قال لي وينو المشروع؟ جي تروفي لي تراس دو تون بروجي في لي كوليس دو اليونسكو. اي شنعمل؟ قلت له. قال لي رولونس. اي بان نو افون كونستيتوي ان كوليكتيف انترناسيونال. Fait de Tunisiens, d'Algériens, de Français, d'Américains, tous les pays où ils sont en train de se faire en train de se faire en train de se faire en une inscription conjointe. Mais l'inscription individuelle qui joue la rivalité entre tel pays ou tel pays. Enfin, en 2017, le Maroc nous a devancé. كتاب العبر اللي هو عندهم منه نسخ. اوكي. دونك دينا نلمدوا في المخطوطات في العالم الكل. من امريكا، من فرنسا، من هولندا. لقوا لي مخطوطات نبعثوا ونطلبوا المخطوط بس نجمعوا لا ماس كريتيك، يعني العدد الكافي من المخطوطات
اللي هي الحجة الدامغة اللي نحضروا بها الملف واليونسكو شجعتنا. دونك رجعت إلى تونس باش نقوم بالأنشطة لا بروموسيون. لا بروموسيون هي سيانتيفيك إيميدياتيك. لا بروموسيون هذوما المخطوطات اللي قاعدين تشوفوا فيهم هما المخطوطات نتاع المقدمة اللي روزمون سو فورم نوميريك. طبعا باش نهدي لك مخطوط اللي هو اونيك. عايشك عايشك. اونيك باسكو سيت اون اوفر دار. فهمت؟ دونك بدينا نجمعوا في المخطوطات وقررنا باش نعملوا اون اكسبوزيسيون. اون اكسبوزيسيون في المدينة. يعني كل شيء يلزم يصير في المدينة بار لا سيمبوليك. طبعا كل يعني المدينة هو ستانونفون دو لا مدينة ولد تربة البي. وعاش غاديك. وقرا غادي. وقرا في جامعة الزيتونة. وبدا الأنشطة الفكرية والسياسية نتاعو غاديك وهو مازال جون. دونك قلنا لا مدينة نحيوها بابن خلدون بذاكرة ابن خلدون. دونك الجانب الأول هو الإكسبوزيسيون والجانب الثاني هو علمي. جمعنا مجموعة من المختصين باش نفكروا في ابن خلدون ونقترحوا على مؤسسات الدولة كونها تتبنى المشروع. لأن اليونسكو تتعامل مع المؤسسات ما تتعاملش مع الأفراد. على الأفراد طبعا. طبعا. دونك سا سي ان اوتر كومبا. احنا مازلنا في يعني في المعركة الأولى. با ايفيدون، ريان ايت ايفيدون. توت يا غاني دون سو بيي. في المجال الثقافي، في المجال الفكري، في المجال السياسي نون بارلون. تعرف بالدارجة اش تتسمى هذا سي عبد الحميد؟ فكان. لازمك تفك. اي ستادير. وفك حاجة نتاعك. اللي هي فوالا وهو هذا مش عادي. أي مش عادي. معناتها حاجة بال احنا فينا مرحلة توا سي عبد الحميد. احنا المرحلة تأسيس من جديد، ستادير نأسسوا لفكرة تسجيل حتى تتبناها مؤسسات الدولة وحتى تصبح سياسة الدولة. الآن هي مبادرة فكرية سياسية نتاع أفراد أكاديمية. أفراد أكاديمية تجمعوا. دونك يلزمها تخرج من الأكاديمي الأكاديميك الجانب الأكاديمي وتولي مسألة شعبية تمس التوانسة الكل. يلزم أون أديزيون ناسيونال معناتها التوانسة الكل يلزمهم وراء هذا المشروع. هي أهم شيء يحكي على تبني الدولة يلزم وزارة الثقافة باش يعملوا ضغط باش هكاك الشعب يعمل ضغط على الدولة. اللجنة الوطنية لليونسكو فهمت؟ اوروزمون نو زافون ان تري بون كونسيي دون لو جروب توا اللي هو سي غازي الغرايري. بيان سور غازي الغرايري اللي تري كومبيتون وسورتو هو اللي عاود صاف داخل اليونسكو لا ريفورم دو لا ميموار دو موند. صحيح صحيح. تعرف شكون فيها؟ فيها سانت اوغستان، فيها الخريطة نتاع الإدريسي، فيها حاجات اسونسيال. لكن لو موند عرب الكل بثرواته الفكريه وتراثه عنده 2% البيز 2% في الريجستر دو لا ميموار دو موند. لوروب اوكسيدونتال 42%. شوف لا ديفيرونس. درك واحد بدينا حركه تنوير من ابن رشد الواحد في الاخر بالكل ابن رشد 2% نورمالمون الى سا بلاس الى سا بلاس ابن رشد. هات عطينا احنا اون رام رام فور ابن خلدون. احنا في العالم العربي ما عندنا من ابن رشد كان فيلم شهير. معناتها كي نقول معناتها في الذاكره الشعبيه في الذاكره الشعبيه. فكوه ابن رشد فكوه فيرويس ولا معناتها. اي اكزاكتومون ولا اكزاكتومون ولا الناس تقول. تعرف مشكله كي تجي تشوف لا في دو سيز انتلكتويل كلهم فينيس دون ليكزيل. ابن خلدون كيفاش كمل حياته؟ هرب تعارك هو الامام ابن عرفه الاخر شد الدمان في جامع الزيتونه. قالوا تخرج ولا نخرجك. هز زبس ومشى لمصر. مصر بالضبط. سي سا عندنا لو درام دو ليكزيل فورسي. سي عبد الحميد جبت على امريكا والولايات المتحده اللي هما عندهم مخطوطات عطاونا بعثوا لنا. ويظل زاد هما بيدهم يحبوا يساندوا الفكره. بيان سور سي لو راسيوناليزم سي لو بير دو راسيوناليزم او سونس مودرن. يعني ابن خلدون كي تجي تشوف لافر نتاعو برانسيبال هي المقدمه. المقدمة هي عمل فيها العصارة نتاع فكره الكل. و سو ني با اونيكمون دو لا تيوري، سي لوبسيرفاسيون دو تيران دو سا سوسيتي. وشنو الحاجة اللي دابري نو قاعدين نخدموا عليها هي كومون ابن خلدون ا ديكوفير لي لوا دو لا سوسيتي. سي لا بيست. سي لو شوك. من بعد علم الاجتماع. فوالا، سي لو شوك دو لا بيست، لا بيست نوار كي كاسي لا سوسيتي. Alors, lorsqu'on casse une société d'une manière violente,
تولي تشوفها تشوفها مدقدقة وتعرف كيفاش البازل يركب من جديد. سي ان بو صعب دخلو الطاعون 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 بدا يفيق اللي المجتمع هذايا باش يعاود يتركب. يلزموا صناعيين، يلزموا نجارة، يلزموا حدادة، يلزموا علماء، يلزموا قضاة، وهذوما الكل الفناء هزهم معناتها. دونك بدا يفهم في قضية الاقتصاد في المجتمع. الدولة الدولة لازم تكون حاضرة، وحاضرة باش بالجباية، لكن الجباية لازم تكون متوازنة. دور هو لو بير دو لا تيوري كونو ترو دامبو فوالا. إذا كثرت الجباية أوشكت كيفاش يقولوا على النهاية. اكزاكتومون. دونك ابن خلدون إلا أو لانتيليجونس دوبسيرفي سا سوسيتي بوندون سا كريز، وذاك علاش إلا بوكو ريفليشي حول انهيار الإمبراطوريات. احنا ابن خلدون بالنسبه لنا الفكره الرايجه الاكثر هي العصبيه. صحيح. على خاطر احنا مجتمعات نتاع تاريخيا نتاع قبائل وعصب، بينما لا، هو المجتمع الحضري حل مليح وفهم دور الفرد ودور العنف في التاريخ. مثلا هو سي ان جران باسيفيست ابن خلدون، ضد العنف، ولكن مسالم مسالم، لكن حللنا دور العنف في بناء المجتمعات وبقوه الدوله. سطوه الدوله بالعنف هدفها الأسمى هو انفجار الحضارة. C'est-à-dire, c'est le prestige de la civilisation qui crée la violence comme nécessité, comme ضرورة. Donc, ابن خلدون إلى تو بونسي إلى درجة كونه الغرب أعاد اكتشافه، وإحنا اكتشفنا ابن خلدون في القرن التاسع عشر بعدما ترجم إلى الفرنسية par le baron de Slane. D'accord. لأنه إحنا بدات لوكيباسيون دالجي 1830 واش جابوا هما الفرنسي؟ جابوا معاهم ابن خلدون. الاتراك ترجموا ابن خلدون في القرن الثامن عشر بور فير كوا؟ بور فير لا ريفورم دو لومبير اوتومون. دونك ابن خلدون اكتشف من العالم الخارجي لاصلاح العالم العربي. جابوا لنا الاستعمار. احنا اي جابوا لنا الاستعمار او نقولوا الاستعمار الاستعمار، لكن جابوا الاستعمار. يا اخي الخلدونيه شكون اسسها واعطاها اسم الخلدونيه؟ لو ريزيدون الجنرال روني ميي. وي دونك لي بارادوكس دو ليستوار فيهم جوانب الايجابيه جدا التي يجب ان نستفيد بها، وفيها جوانب سلبيه نقاومها. احنا قعدنا كان فكره كونه نقاوم نقاوم نقاوم، الوغ فينالمون تو تي في par cette dialectique. Oui. Fécond. Les paradoxes de l'histoire. Les paradoxes. Ce n'est pas linéaire au tarikh. Il y a les ازمات اللي تخليك. Donc, Ibn Khaldoun, Ibn Khaldoun, ينادينا من اجل ان نعترف به ونعطيه المركز. Ibn Khaldoun ينادينا لكي نعترف به. Oui. لانه هو الاب الروحي والعقلي لنهضتنا الفكريه. اخي اول كتابات حول النهضه كتبها سلامة موسى في مصر، كتب ابن خلدون أبو النهضة العربية، اللي هو سيتي أن كريتيان سلامة موسى. دونك سيتادير كو فينالمون ابن خلدون دو إتر بوبيلاريزي إي فيلغاريزي. في بعد ما عملوا ندوة ابن خلدون في كوريا، خذوا قرار في قسم العربية وترجموا المقدمة للكورية. قرار كونه ابن خلدون ولا ينافس في حنا بعد، ما عادش حنا بعد بركه يقريوه في المدارس، ولا ابن خلدون يقريوه في المدارس، عاملين دي بتي كايي ويوزعوه مع التلامذه بتاعهم. باتل عندكم انتم. باتل حلوة. عندهم باتل. برا امشي للمدارس. خاطر من بعد باش نجيك سي عبد العزيز بالغوجه، ابن خلدون ينافس حنا بعد. خص كان المعارك كلهم يجيو هكا. ثقافيه دي جو توغاتواغ هكا وال وال. دونك وقت نلقاو اللي ابن خلدون إلي بريزون دون نوتر انكونسيون. اي بالضبط بالضبط، عايش معنا في اللاوعي. العدل اساس العمران.
سي عبد الحميد، اليوم حتى كبار القادة في العالم وقت اللي يستعملوا بعض المقولات دي سيتاسيون ياخذوا مقولات وجمل من ابن خلدون. يعني أكثر المؤرخين وعلماء الاجتماع موجودين حتى في خطاباتهم. وأنا كما كنت نقول لك في الأوف وأنا نتبع ياسر توا في المشروع هذايا وأنا مساندته 100% وأنا معاكم سي عبد الحميد في هذايا، المؤرخ العربي عبد الرحمن بن خلدون يعتبر أكبر المنظرين للتاريخ وأكثرهم جرأة. يعني باش نعرفوا قيمة هذا الرجل، احنا نستناو ونتمناو انه المشروع هذايا تتبناه الدولة التونسية الكل، يكون مشروع دولة. وهذا ذكرني وقت اللي كان في فرنسا، حتى كنت نتفرج في فيلم يا با لونتون على بومبيدو في اواخر سنواته. بومبيدو كان هو عنده مشروع لو سنتر بوبور، لو فامو سنتر بومبيدو، وكان وقتها مازالوا اشهر للوفاة وعيط اللي كان باش ينجم يكون بعده موجي فاليري جيسكار دستان باش يكون رئيس، وقالوا نطلب منك حاجه برك، انه المشروع هذا مشروع الثقافي هذا تكملوا وتواصلوا. وشكون واصلوا؟ واصلوا يعني الرئيس اللي بعده. هنا نحكيه معناتها في مستوى عالي، هكا لازم تكون الامور. ونتمنيه انه يلتقطوا هاللحظه هذه المفصليه اللي باش تدخل الناس بها للتاريخ، انه يكون مشروع تونس مش مشروع سي عبد الحميد ولا احنا هنا. انا متاكده اللي باش ناخذوا الكلنا لا بيتيسيون وباش نبداو نصلحوا، هذا لا يكفي سي عبد الحميد. ملاحظه اي معناتها لوسكون بوس لا بونسي كريتيك نتاعنا نحن لي كونتمبورين هو لو كونتمبورين دو نوتر موند ابن خلدون. نلقاوه اللي احنا وصفناه قلنا كي فرويد الى ديكوفير كوا لانكونسيون. C'est ça la force de Freud et de la théorie psychanalytique. Mais aussi comme Karl Marx qui a découvert la plus-value. Albert Camus qui a eu le prix Nobel après la peste, non? Son roman sur la peste. C'est-à-dire les grands auteurs dans l'histoire. Peut-être qu'à la Montesquieu et Nakhbil, Montesquieu, l'esprit des lois, l'humanisme. Quand on dit l'avancée du savoir tire par des bancs. Par des crises, par des tensions. Mais ce n'est pas linéaire, cumulative. Voilà, non. Voilà, voilà. Or, c'est la peste. Le Muqaddima, c'est une réponse insipide de la peste voilà. Qui a décimé لا موتي دو لا سوسيتي. توا شنو احنا قلنا نتمنيو انه الخطاب هذايا تسمع دو، وفي في اللحظه هذه يعني كم نحن في حاجه الى مثل هذه يعني سو جون داكسيون. احنا بتيتر انديفيدويل يا سيدي احنا معاك هوني في البلاتو، شنو نجمو نعملوا مثلا؟ فو سوري بريزون نهار السبت في الفرنيساج دو ليكسبوزيسيون ديجا ابن خلدون. باهي حاجه ميدياتيزي معناتها هذه حاجه باهي. يعطيك الصحة ميدياتيزي ابن خلدون. الكلنا نحكيوا على ابن خلدون. فوالا، سيتادير ديكريتي بوركو با، ديكريتي اون اني لاني بروشين اني ابن خلدون. مثلا وي، سيتادير ثم دي جيست سيمبوليك، مي دون كروند امبلور، واللي باش يهزوا الى التسجيل. والتسجيل هي عملية بسيطة، راهو يلتفي دو اكسبير سورغانيز بور ريديجي ان تكست. نرجعوا لموضوع الفن معناها، تصور انت ان بروجي ارتستيك على ابن خلدون قداش ينجم يعاون الشيء اللي قاعد تقول فيه؟ اسونسييل بيان سور. معناها كوني كان نشوفوا مسلسل ولا فيلم معناها قادره باش توري القيمه، خاطر الشعب مش كيما معناها سي عبد الحميد يحكي معاهم ويفسر استاذ الدكتور وكل مش كيما تمشي له وتفسر له بلا فيدو تو لي جوغ روتين ابن خلدون يعني كيفاش عاش، كيفاش راى الحاجات، كيفاش اكتشف وقتاش كتب في انا بريود. هذا الكل كان تراه فيزويلمون تتشوف قديش هذا الكل اعلاميا يولي ساهل انك تطرحه. فهمت؟ انا متاكده اللي عزيز في السبيكتاكل الجاي نتاعو بينومي تو يدخل كلمه ابن خلدون. يا وليد نعمل له ان شاء الله هو لا محاله. فما برشا دي ريفيرونس الحقيقه ساعات ما وانا في الفودفيل في الشيء هكا ديما مي ديما هكا بمانير خبيثه شويه فنيه معناها ديما نحاول نهز الببليك انه يفكر معايا في حاجات في طرح نتاع حاجات نطرح حتى خاطر انا
تم بعد كي نحكيو على العرض نزيد نديفلوبي حاجات كيما هكا. اما نرجع نقول العمل الاعمال الفنيه قديش تسهل وتسهل ليكيب الكل اللي تخدم. نتصور مش معناها مش افراد هي على قد ما هي الناس لازمها تهز مع بعضها الفكره هذه كيفاش نوصلوا بها، لكن فنيا عندك ضغط اكثر وين كاباسيتي اكثر باش تنجم توصل لحاجات كيما هكا كيما مع النجم تفضل سي عبد الحميد ونشوف الفاصل ونرجع لكم. هي فكرت فيلم سانت اوغستان. اي سانت اوغستان شكون كان يحكي عليه في تونس؟ عملنا الفيلم عماد دابور عمل الفيلم. اي صديقنا عماد. جيتي كونسيي هيستوريك دو فيلم. اون ا تروفي لاستوس بور روندر سانت اوغستان بوبولار اترافير سا مير. اي فوالا ديما عندك ستوري تيلينغ وحكايه وخرافه لا ولات قوه. هي الام دور الام في المجتمع المغاربي مثلا. لا مير سي بلو لو كومبلكس دو ديب الي انفيرسي. صحيح سي عبد الحميد. دايوغ انت شوف في اغاني الراب اكثر شخصيه موجوده في نصوص الراب هي الام. لا هي الام. سي معاذ نجمو نعملوا مهرجان كيما تو باش نحكيو شويه اخرى على مهرجان علي بنعي مهرجان بن خلدون. تتخيل بديت تتخيل؟ مش بديت نتخيل. هو المفروض انه حاجه مهرجان بن خلدون يصير سنوات التالي على خاطر يعني بتين الماده علي. الماده موجوده لدى ابن خلدون. الماده موجوده انت تنجم وتجمع الفنون كلهم بلوز. اولا كما يقول على مستوى السينما قادر تعمل، على مستوى المسرح طرحت برشا افكار وتعملت مسرحيه على ابن خلدون، على مستوى المعرض تنجم تعمل ابن خلدون فلسفه شاعر اللي تحب مرتبط بالتعليم ومرتبط بالفن ومرتبط بالثقافه سكولون سور ليدوكاسيون sur la réforme de l'éducation. Mais là, on a parlé de la double vie. Ibn Khaldoun, tu as un film sur les exils successifs. Il a eu le contact avec Tamerlan quand il a été en Dimashq. Il a été diplomatiquement d'éviter de détruire la ville. شفتوا احنا قاعدين نسمع سي عبد الحميد ونشربوا في الكلام نتاعو. اي كل ايبنوز ايبنوز عمل لنا ايبنوز. تخيلوا معناتها تخيلوا لو كان عندنا يعني حكايات وخرافات سي بوليميك سي قنعوا اي بس ما يعملش الهجوم على دمشق. طلبوا تامرلان قالوا تعطيني تقرير على بلادك على المغرب خاطر باش نمشي نحتلها. ايبا ابن خلدون بور سوفي داما الى يكري لو رابور. تقولوا خاين وخاين نو سي دو لا ديبلوماسي سي لي اندالو سي اون مينوريتي انتيليجونت باسكو ايزون فيكو دون دو كونتكست مينوريتير دونك اي سو سون سومي او لوا او رابور دو فورس واحد. ولكن بعد تامرلون مات وهو امام دمشق ما خلطش حتى ليبيا. القرن الرابع عشر القرن الرابع عشر النجم يكون معناتها غني بالشخصيات والاخبار. فاصل نعرف حاجات ياسر ياسر حلوين تحب تتفاعل سي عبد العزيز امانه باش نحكي معك توا على الباتاي حنا بعل ابن خلدون بعد الفاصل.